وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حسن جمال الرحمة، مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك في نشرة الأخبار. دشنت هيئة تنظيم سوق العمل فرعا افتراضيا لقطاع الأعمال، ما هي النقلة النوعية المتوقعة لهذا الفرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم حسن الاستضافة للتحدث عن الإطلاق التجريبي لفرع الخدمات الافتراضية لأصحاب الأعمال التابع لهيئة تنظيم سوق العمل. تمثل هذه المبادرة الرائدة قفزة إلى الأمام في تبسيط وتعزيز الطريقة التي نخدم بها مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، حيث نحاول دائما التقليل من الانتظار في الطوابير وتوفير خدمات متطورة متماشية مع سعي الحكومة للمضي قدما إن شاء الله في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية. يستطيع أصحاب العمل الآن الوصول إلى مجموعة من الخدمات من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام ومتاحة من مكاتبهم أو من أي موقع آخر، حيث أن الإطلاق التجريبي للفرع الافتراضي لخدمة أصحاب الأعمال والذي يأتي في إطار حرص الهيئة طبعا على تطوير إجراءاتها المقدمة إلى الجمهور، وذلك وفق استراتيجية قائمة على تطوير هندسة الإجراءات والعمل على الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية التي تهدف من خلالها لإطلاق الخدمات الافتراضية للقطاع التجاري للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا. راح يسهم إن شاء الله هذا الفرع الافتراضي في تقديم الخدمات من أي مكان، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب الأمامية للهيئة بشكل شخصي، كما سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتسريع عمليات تقديم الخدمة. يأتي إطلاق هذا الفرع الافتراضي من ضمن حزمة من العمليات التطويرية التي يقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل بشكل مستمر، مما يعد نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة ويساهم أيضا طبعا في تطوير الاقتصاد والتنمية. طبعا طريقة التقديم على هذا النوع من الخدمات سهلة جدا، حيث يتطلب أن يقوم صاحب العمل أو الشخص المخول بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة وزيارة الفرع الافتراضي، وبعدها يحدد نوع الخدمة المطلوبة واختيار موعد ووقت الخدمة، ومن ثم الدخول على الرابط اللي راح يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني في الموعد المحدد له طبعا لإنجاز الخدمة المطلوبة. كل اللي راح يحتاجه صاحب العمل لإتمام هذه الخدمة الافتراضية هو جهاز ذكي مزود بكاميرا ومتصل بشبكة الإنترنت، وطبعا بالإمكان إنجاز هذه الخدمة حتى عن طريق الموبايل. نعم سيد حسن جمال الرحمة، مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.